السلام عليكم. ما غاب طفك فالحقيقة منبر، وعلى جراحك تستفيق الأعصر. تتقدم الدنيا وجرحك ماثل، إن الذين تجاهلوك تأخروا. السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أخيك أبي الفضل العباس، وعلى أختك العقيلة زينب. السلام عليكم مشاهدينا الأحبة أينما كنتم وحللتم، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج قوافل الملكوت. نستضيف معنا في هذه الحلقة مدير شعبة العلاقات والإعلام في دائرة مديرية المرور في كربلاء، المقدم الحقوقي سيادة المقدم رياض الحمداني. حياك الله. حياك الله أستاذ إبراهيم. عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى الأربعين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب الجلل، ويا ربي إن شاء الله زيارة أمن وأمان على كل زائرين ويوصلون لمدينة كربلاء بسلامة، وترافقهم السلامة أكيد في طريقهم إلى كربلاء المقدسة والعودة إلى ديارهم إن شاء الله. سيادة المقدم، بداية ماذا تمثل لدائرة المرور في كربلاء زيارة الأربعين؟ ماذا تمثل لكم؟ نعم، احنا في كربلاء انه خصوصية عن عملنا في كل المحافظات. تعرف مديرية المرور هي مديرية المرور العامة والمحافظات، عملها خدمي إنساني بالدرجة الأولى، والمهام والواجبات الرئيسية لهذه المديرية هي أعمال إنسانية وخدمية. نعم. سواء كان على مستوى الميدان أو على مستوى العمل الإداري اللي هو إنجاز المعاملات في دوائر المرور. تعرف اللي بالميدان راح يكون عنده مجموعة خدمات يؤديها باتجاه المواطنين من ناحية عبورهم، الحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق سواء كان سائق أو راكب أو زائر، فهذه من واجبات رجال المرور اللي في الميدان. أما في المقرات فواجبهم الرئيسي هو إنجاز المعاملات وتسجيل المركبات، بالإضافة إلى العامل الإنساني موجود لحركة المواطنين داخل المجمع. بالنسبة لزيارة الأربعين والزيارات الأسبوعية والشهرية لهذه المحافظة بالتحديد، كربلاء تستعد باستعداد تام. أيضا هناك نبرة روحية لضباطنا ومنتسبينا ينتظرون هذه الأيام اللي هي أيام الزيارات، أيام مباركة، أيام ينطون بها ويقدمون بها جهود استثنائية ومضاعفة، مو فقط المرور وإنما كل الأجهزة الأمنية في كربلاء المقدسة تعمل بشكل متواصل الليل مع النهار، ما عندنا توقف أو فترات استراحة. هذا الجهد بالنسبة لكل ضباطنا ولمنتسبينا يعتبر جهد استثنائي. احنا من خلال قناتكم وهذه القناة المباركة نوجه تحياتنا وشكرنا وتقديرنا لكل القوى العاملة لهذه المديرية، سواء كانوا بمحافظة كربلاء أو قوة ضيفية إسناد لهذه المحافظة. أحسنت كثيرا. ما دمنا نعيش الحدث ونحن في زيارة الأربعين، ما هي خطة دائرة مرور كربلاء؟ نعم، بالنسبة للخطة هذه السنة تختلف عن كل السنوات اللي مضت، على اعتبار أنه توافد أعداد الزائرين بأضعاف مضاعفة، متوقع أنه يفوق 20,000 أو 20 مليون عفوا. نعم. هذا العدد يحتاج إلى جهود استثنائية، بالإضافة إلى أعداد مضاعفة من رجال المرور. نعم. بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية الأخرى. تعرف عمل المرور هو عمل تنظيمي، هذه الزيارة تحتاج إلى تنظيم وإلى إدارة كيفية تنظيم هذه المركبات ودخولها بهذه المحافظة ونقل الزائرين باتجاه محافظاتهم أو باتجاه المطارات أو المنافذ الحدودية. عظيم. فمديرية المرور استنفرت كل مواردها البشرية. من اليوم تم إيقاف العمل بالمجمع الوطني، انطلقت كل الرتب والمسميات لمنتسبين كل الملاكات، كل الملاكات حاليا باستنفار تام بإشراف مباشر من قبل السيد مدير مرور المحافظة العميد نور النوري. هذه الملاكات ايضا توزعت على في داخل مركز المدينه وفي السيطرات الخارجيه. ان شاء الله اليوم مساء او صباح يوم غد ان شاء الله ستلتحق عندنا المحافظات الشماليه، على اعتبار انه توافد الزائرين من المحافظات الشماليه قليل بالنسبه لخط الزائرين الاكثر جنوبي، المحافظات الجنوبيه.
ولكن المحافظات الشمالية تسندنا بأعداد كبيرة جدا من الضباط والمنتسبين والدوريات، يتجاوز 400 عنصر أمني ومرور بالتحديد يتجاوز 400 ضابط ومنتسب، بالإضافة إلى تقريبا 91 دورية، أيضا أكثر من 100 دراجة، بالإضافة إلى كرينات رافعات أكثر من 4 إلى 5 كرينات. هذه تتوزع بكل المحافظات، قوة إسناد لمديرية المرور. يعني قلت لك اليوم إن شاء الله أو يعني مساء ويوم غد ستلتحق القوات الإضافية من المحافظات الشمالية، يعني من الموصل، من الكركوك، من ديالى، من الأنبار، هذه نعم. المحافظات. هذا الإسناد يأتي بطلب منكم أم بشكل طوعي من قبل هذه المديريات؟ طبعا أكو كثير من الأخوان، يعني قبل لا أدخل البرنامج يتواصلون بي الأخوان من المحافظات الغربية، يعني ينتظرون الإعاز من عندنا، يقولون يلا تأخرتوا السنة لحد الآن ما دزيتوا علينا. كل الضباط برغبة غير اعتيادية. طبعا للمعلومات هذا الموضوع مو فقط يعني موضوع انه الشيعة يعني يشتركون بهذه الموضوع بهذه الزيارة او بتأمين هذه الزيارة، لا، كل الطوائف تشترك، وما عندنا تمييز ما بين الطوائف اللي موجودة. يجون يخدمون هنا، يؤدون الخدمة الوطنية بالدرجة الأولى والدرجة الثانية اللي هي خدمة الإمام الحسين والإمام العباس وزائريهم وهذه المحافظة. إن شاء الله ستكون خطة مرورية لنقل الزائرين متميزة عن السنوات الماضية بأعداد كبيرة جدا، تأمين كل المداخل سواء كان المدخل الشمالي أو الشرقي أو الجنوبي، دخول المركبات باتجاه مركز المدينة. تعرف حضرتك اليوم كربلاء أصبحت يعني تكاد تكتظ يعني بأعداد المشاة. محيط المحافظة حاليا يعني كثير من المشاة الراجلة بهذه المنطقة بالتحديد. يعني يوم أمس مساء غلقنا الطوق الثالث، فقط المركبات الخدمية اللي هو والمكلفة. وين يكون الطوق الثالث؟ الطوق الثالث اللي مقصود به منطقة باب بغداد وشارع ميثم التمار، منطقة باب طويريج، الجراج الموحد يدور باتجاه المحافظة وشارع المحافظة باتجاه القريشي. هذه المناطق هي تعتبر مداخل لمركز المدينة، غلقناها وسمحنا فقط للمركبات الخدمية والمكلفة بواجب ضمن هذه المناطق. أيضا أكو نقل لوجهد كبير جدا من قبل العتبات يستخدم ضمن هذه المناطق بالفترة الحالية، وحين ما تكتظ يعني الكتل البشرية بهذه المناطق بعد يوم أو يومين راح تنسحب هذه المركبات بالمنطقة اللي بعدها أو الخارج من عندها، وتكون العملية نقل الزائرين وتفويجهم من المحيط اللي هو الطوق الثالث باتجاه السيطرات الرئيسية. عظيم جدا. يعني ما راح يكون أكو قطع من مناطق حي العباس مثلا أو منطقة قنطرة السلام أو المنطقة المحيطة يعني في المداخل. نعم أستاذ إبراهيم، إحنا اليوم خلينا نكون واقعيين اليوم. هذه المداخل وهذه المناطق اللي ذكرتها الغاية من دخول المركبات تنتهي وتكون عديمة الجدوى وتكون مضرة بالنسبة للزائر. اليوم هذه المناطق اللي هي محيط المحافظة عبارة عن كتلة بشرية. من أدخل أو أزج المركبات وياها هنا أنا ما راح تتحرك، أولا حركة السير راح تتوقف، راح أضايق الزوار بدخولهم لهذه المناطق. التحويل راح يكون تحويل السير من المنطقة اللي هي منطقة حي العباس إذا محور بغداد بدخول وخروج بشكل اعتيادي للاستدارة رقم يعني عمود 10، ومنطقة المحور الشرقي محور بابل الدخول باتجاه منطقة باب طويريج ومنطقة الشبانات. هذه المنطقة من قنطرة السلام نقطع ويتم التحويل سير المركبات يعني دخول وخروج بهذه المنطقة بالتحديد. أما المحور الجنوبي اللي هو محور النجف يكون دخول المركبات باتجاه الساحة المخصصة اللي هي قريب مستشفى الكفيل، ساحة الملحق، ويكون خروجها باتجاهين، مرة باتجاه الحولي طريق سيد جودة، ومرة باتجاه تقاطع سيد جودة اللي هو طريق الإصلاح، وخروجا باتجاه النفق طريق النجف. هذه الحركة اللي هي تسهل عملية دخول المركبات ضمن هذا المحور، وقطوعات بالنسبة للأحياء السكنية ما راح تنقطع على اعتبار الحركة مستمرة وطبيعية ضمن هذا يعني تنقل ضمن مناطق الملحق وحي الحسين والأحياء اللي هي مقترباتها وبعدها. يعني كقطع ما عندنا، فقط المناطق اللي تشهد زائرين. هذا القطع يسمونه هو تحويل لحركة السير، مو قطع. القطع يكون بالسنوات اللي مضت يكون من السيطرات الخارجية والأحياء تقطع، هذا كله
نلغى، وإن شاء الله قيادة العمليات في كربلاء جادة بتأمين هذه الأحياء السكنية، أجهزة أمنية من كل الفصائل وكل الأصناف مشتركة، سواء كانت داخلية أو دفاع أو حشد، كلها تعمل بيد واحدة إن شاء الله لتأمين هذه الزيارة وإيصال الزائرين لمدينة كربلاء بشكل آمن. عظيم جدا. هو هذا اللي نريد يفهمه الزائر الكريم، أنه عدم دخول السيارات إلى منطقة قريبة جدا من الحرمين هو لصالح الزائرين أنفسهم، بسبب أنه الكتل البشرية المتواجدة واللي تسير في هذه المناطق قد يعيقها دخول المركبات في هذه الشوارع، وخصوصا المناطق اللي محيطة بالحرمين الشريفين. طيب خلي أسألك عن التحديات اللي تواجهكم في تنفيذ الخطط سنويا. احنا كتحديات يعني كمديرية مرور عندنا اكو بعض المعوقات اللي هي مثلا بعض الأصحاب المواكب يتم نصب الموكب على الرصيف وينزل طريقة التوزيع تعرف الميوزة فياخذ يعني مكان كبير من الشارع، يعني من الشارع مسافر. ياخذ لفد متر لوقوف الخدام ومتر للتوزيع ومتر أيضا أو متر ونص للزائرين لوقوفهم أيضا لتناول الأطعمة. هاي الخدمة جليلة جدا كبيرة بالنسبة لتأمين هكذا أعداد وأكل ومشرب ولكن بالمقابل هاي الأعداد تحتاج إلى مركبات أو وسيلة نقل حتى يعودون. ليش؟ لأن هم أولا جايين سيرا على الأقدام. هذه الزيارة يعني مليونية ومتمثلة بأنها مسيرة يعني راجلة، تختلف عن الزيارات اللي هي مثلا الخميس والجمعة والزيارات الأخرى، على اعتبار أنه يجي الزائر مرتاح بمركبة فما عندي مشكلة من يصير مثلا قطع أو يصير فد عائق أمامهم. اليوم هذه الأعداد الكبيرة تحتاج إلى سيل من المركبات، يعني أي توقف بحركة السير والمرور بمحور من المحاور عندنا مشكلة راح تصير بخروج الزائرين، وتعرف احنا صرنا اصحاب يعني دراية وخبرة كبيرة جدا بإدارة هذه الزيارات، على اعتبار انه صار 20 سنة احنا او 18 سنة هذه السنوات اللي مضت، يعني كثير من الزائرين توافدوا لهذه المحافظة فتعودنا على موضوع صنعت الزيارة. خبرة تراكمية. خبرة تراكمية. شكرا. فموضوع إيقاف المركبات لدقائق معينة، الزائر في بعض الأحيان يأخذ الخادم يتوقع أنه هذه الصينية من يوزعها للباص من يوقفها بالشارع العام وينطيهم الأكل والشرب، يتوقع أنه هي موضوع دقائق يعني وما راح يتأخر. لا، أنا هاي الدقائق تفرق عندي. ليش؟ لأن هذه المركبة من توصل راح تنزل الزوار، راح تصعد زوار وتطلع. عملية نقل الزائرين يحتاج إلى استمرارية. أحسنت. هذه الاستمرارية إذا ما نسيطر على حركة المركبات باتجاه المدينة، ثق أنه في إحدى السنوات قبل 3 سنوات من يعني محور النجف مو بهذا المستوى اللي هو التوسعة، وأنا راح جايك بموضوع التوسعة الطرق شنو فادتنا. هذه المناطق من ما وصلت السيارات الزائر وين راح يروح؟ ما راح يتوقف، راح يبدي يتجه باتجاه المحور عبر الساحة مال الملحق، عبر حي الأسرة، وصل إلى طريق النجف. تدري أنت من يوصل إلى طريق النجف راح يتلقى السيارة بالطريق، راح يركب بيها، راح يعاود صاحب المركبة هنا. السيارات راح تنقطع عن الساحة. الاستمرار بالخروج يحتاج وقت، وهذا الوقت يعني لا تتوقع أنه بساعة أو ساعتين نقدر نعاود بإيصال المركبات، فهنا السبب لمشكلة. أتمنى أنه يساعدونا بهذا الموضوع حتى نقدر إحنا كأجهزة أمنية وكمرور نقدر نوصل هذه المركبات للزائرين وننقلهم باتجاه دورهم ومحافظاتهم. سيادة المقدم، اسمح لي أخذ اتصال هاتفي مع مدير مرور محافظة مثنى حتى أعود بعدها لتتمة الحديث ويا حضرتك. ويانا عبر الهاتف العميد الحقوقي حسن سويح البركي، مدير مرور محافظة المثنى. حياك الله سيادة العميد، وعظم الله لنا ولكم الأجر. حياك الله. عظم الله لنا ولكم الأجر. نتحدث معك من استوديو بين الحرمين في كربلاء، ونحن نشاهد هذه الحشود المليونية المتوجهة سيرا على الأقدام من المحافظات الجنوبية باتجاه كربلاء المقدسة، وخصوصا أن اليوم أو من يوم أمس قد شهدت محافظة المثنى دخول أعداد كبيرة من الزائرين. ما هي خطتكم بخصوص دائرة المرور؟ يعني ما هي الخطة التي أعدتموها لاستقبال الزائرين على المسارات التي تمر بمحافظة المثنى؟ تفضل. حياكم الله. بكم
وبقناتكم المفضلة. الله يبارك فيكم ويعزكم إن شاء الله. الله يحييك. مديريتنا باشرت تنفيذ خطة زيارة الإمام الأربعين الإمام حسين عليه السلام. نعم. بسلسلة مع قيادة الشرطة معاون كنا والدوائر التعليمية وهيئة المواكب الحسينية، واتخذت كل الإجراءات الاحترازية كافة لاستقبال الزائرين الوافدين على مدينة السماوية باتجاه قبلة الأحرار كربلاء المقدسة. نعم. استنفرت كافة الطاقات البشرية وأهلياتها لمعالجة الاختناقات المرورية التي تشهدها المحافظة بسبب الزحم العالي لحركة سير المركبات، وبالتالي نأمن مسيرة الزائرين وتسهيل عبورهم بين الجوانب، ويأتي فتح المجال لجموع الزائرين لاتخاذ الطرق المؤدية باتجاه كربلاء. عظيم جدا. هل واجهتكم مجموعة من التحديات عند مرور هذه الحشود الكبيرة من الزائرين، خصوصا انه حركة السير قد تكون يعني شبه معدومة في هذه الشوارع اللي يمر بها الزائرين؟ اكيد هناك بعض المعوقات اللي تمثل بالطرق، يعني تعرف يعني طرق ضيقة. نعم. الطرق لا تستوعب احجام الزائرين، وكذلك المركبات اللي تتوافد الى مدينتنا مدينة السماوي من. نعم. الجانب الجنوبي هي محافظة ذيقار. عظيم جدا. هل تشتركون هذه السنة في إسناد دائرة مرور كربلاء؟ ليست هذه السنة، كل سنة. صح. تشترك قوة من أبطالنا وارث المثنى لإسناد أخوانهم في محافظة كربلاء المقدسة. عظيم جدا. بإرسال عجلات، إرسال دراجات، وإرسال الأشخاص للاشتراك لخدمة زوار أبو عبد الله الحسين. أحسنت جدا. طيب ماذا تمثل لكم زيارة الأربعين كملاكات في دائرة مرور المثنى؟ ماذا تمثل لكم هذه الزيارة سنويا؟ والله تمثلنا الشيء الكبير، يعني خدمة أبو عبد الله ليس بالشيء السهل. أحسنت. وبالتالي احنا نستنفر كل طاقاتنا لخدمة زوار أبو عبد الله الحسين. أحسنتم. ما هو طموحكم في السنوات القادمة في زيارة الأربعين؟ هل هناك توسعة للشوارع التي يمر بها زوار الإمام الحسين؟ هل هناك طرق أخرى ستستحدث في سبيل أن لا تشل حركة المركبات؟ والله بالتأكيد نتمنى، يعني نتمنى من الجهات المعنية يعني فتح طرق بديلة حوليات خارج المدينة بحيث المركبات ما تمر وتأثر على مسير الزائرين. ونتمنى يعني بناء مجسرات وبناء يعني وفتح طرق أخرى لتسهيل عملية زوار أبو عبد الله الحسين. سيادة العميد نضم صوتنا لصوتك ونسأل الله لكم التوفيق والقبول في هذه الخدمة. شكرا لانضمامك معنا عبر الهاتف من محافظة المثنى، مدير مرور محافظة المثنى العميد الحقوقي حسن سويح البركي. شكرا لك. الله يبارك فيك. حفظكم الله. شكرا جزيلا. إذا عودة لك سيادة المقدم، حياك الله مجددا. الله يحفظك. كنا نتحدث عن توسعة الطرق وأهميتها في إدخال الزائرين وأيضا في تفويج الزائرين بعد انتهاء الزيارة. نعم. وخصوصا محور النجف. تفضل. نعم، بالنسبة لكربلاء المقدسة طبعا أحب أوجه شكر وتقدير لكل الكوادر العاملة في بلدية كربلاء وعلى رأسهم السيد محافظ كربلاء الأستاذ نصيف الخطابي. نعم. على الجهود الاستثنائية اللي بذلوها خلال هذه السنة ونص اللي عدت، عندنا مداخل أصبحت ممتازة وجيدة جدا. نحتاج إلى إكمال الدوار اللي هو دوار الإمام الحسين اللي يعني أكملوا وشوط كبير جدا، نتمنى أنه يكملونه باتجاه محور بغداد. هذا الدوار يعني الناشد الحكومة المركزية نقولهم تحتاج كربلاء إلى اهتمام إضافي غير الاهتمام اللي موجود، ودعم إضافي لهذه المدينة على اعتبار يوم المدينة هي مو مدينة فقط لأهالي كربلاء. نعم. هذه الناس وهذه الزائرين اللي تلاحظوهم اليوم يجون إلى كربلاء ويبقون أكثر من 5 أيام أو 7 أيام. نعم. فهذه الفترة تحتاج إلى خدمة وخدمات بهذه المحافظة. نعم. فالطرق مهمة جدا بالنسبة. نعم. لأولى الخدمات بهذه المحافظة من حيث انتقال الزائر من منطقة إلى منطقة، بالإضافة إلى دخول المركبات وخروجها من هذه المحافظة. نعم. فالطرق مهمة بالنسبة للتوسعة اللي أصبحت عندنا. طريق النجف أصبح بالوقت الحاضر بعد يعني التوسعة الأخيرة تعرف أكثر من يعني تقريبا 1/3 المحور تم توسعته بالوقت الحاضر. هذا جيد ونسبة إنجاز يعني تحسب للإدارة المحلية في كربلاء. نعم. بالإضافة إلى محور بغداد أيضا أكثر من يعني أكثر من نصف المحور أو ما باقي إلى ثلث تقريبا، هم 1/3
يكاد أن يعني نحسب هاي المسافة اللي تم توسعتها، أصبح الشارع يليق بمدينة كربلاء من ناحية الأرصفة، ويستوعب أعداد كبيرة جدا من ناحية التأثيث المروري، العلامات الإرشادية، هذه كلها جيدة جدا، كنا نعالم الفترات اللي مضت. أيضا بداخل مدينة كربلاء تم توسعة كثير من الشوارع، وأصبحت حاليا يعني تليق بمدينة كربلاء. ولكن تقول لي بالزيارات الأربعينية والزيارات يعني الأخرى المليونية، فهذه أكو حالات استثنائية ما تنقاس أنه هذه المدينة أصبحت عندي زخم، أو اليوم البعض ممتعض أنه أكو ازدحامات في كربلاء، يجب أن تكون ازدحامات على اعتبار أنه يعني إحنا ما ممكن نوصل إلى مستوى من أنه تكون محافظين على انسيابية حركة المركبات وحركة الناس، وبنفس الوقت عندنا زيارة مليونية، ما نوصل هذا المستوى برأيك؟ احنا نوصل اذا كملت بعض المجسرات اللي هي متروات مثلا، مجسرات كهربائية، انفاق، يكمل الدوار الاول والثاني والثالث، راح نسيطر على حركة السير ونسيطر على حركة المشاة. اليوم الزائرين في بعض المحاور ياخذون اكثر من سايد طريق يا حسين، بالاضافه الى السايد الرئيسي. وهنا احنا نجبر مثلا على محور الهنديه، اذا نجي اكو بعض المناطق ما كامل الطريق عندي في منطقه مليبيج ومنطقه السياحي، الطريق يعني طريق الزائرين طريق يا حسين ما كامل، من يطلع الزائر من محور الهنديه عندي مجرد يعبر منطقة المعارض بالتقاطع اللي منطقة مليبيج، هنا أنا راح يصعد على الشارع الرئيسي نفسه. هنا كمديرية مرور وقيادة شرطة كربلاء لازم نتعامل واقع حال مع المنطقة اللي موجودة. بالفعل. راح تكون عندي دخول وخروج بسايد واحد. هنا يعني لازم السائق يعني سواق المركبات اللي قادمين من هذا المحور هم هسه اذا يسمعونا ويشاهدونا يعرفون هاي المنطقه. احنا بالسنوات الماضيه كان اكو عقد اللي هي مثلا عدم وجود توسعه، عدم وجود المجسر والمقتربات مالته غير مبلطه وغير مهيئه. بالوقت الحاضر كملت هاي المقتربات، ولكن تقول لي مثلا انتهت العقده؟ لا ما انتهت. ليش؟ لان انه السايد المخصص للزائرين ما كامل، من يكمل سايد الزائرين هنا راح يكون الدخول وخروج المركبات بشكل اعتيادي، على اعتبار انه السايد الرئيسي والمخصص لهم كامل. ايضا قريب قنطرة السلام سايد الخروج للزائرين والسايد الخدمي ايضا ما كامل، هذا هم يسبب لي ارباك بالمنطقة. ننجبر انه نحول المركبات مرة من قنطرة السلام مرة من عمود 70 الاستدارة اللي قبلها. هذه المناطق يعني اكو بيها ارباك، ولكن مسيطر عليه من قبل الأجهزة الأمنية. نكثف احنا كمديرية مرور وكقيادة شرطة، نكثف أعداد المنتسبين. يعني توقع انت هذه القنطرة بالتحديد فوج كامل من قيادة الشرطة يتواجد بها، بالإضافة إلى الجيش، بالإضافة إلى مديرية المرور، أكثر من 20 دراجة نخلي بهذه المنطقة، لذلك المحافظة على انسيابية حتى الحركة نحافظ والخروج. على حركة المركبات ودخولها وخروجها. يعني احنا قلت لك الزيارة ما تقبل الخطأ. هذه الزيارات بها تحديات كبيرة جدا. كمديريات احنا كمديرية مرور، كمديريات أخرى ساندة لمديرية المرور، تشوف انت أغلب الأجهزة الأمنية يعملون ويانا يعني كرجال مرور، تلقى ينطي إشارة بما فيهم من قيادة الشرطة، من قائد الشرطة يتواجد ميدانيا بمناطق الزخم، وقائد العمليات والسيد المحافظ، كل الأجهزة الأمنية، السادة النواب أيضا ما ننساهم، السيد جاسم الفتلاوي والسيد علي الميالي يتواجدون ويانا يعني بخطة المرور ونقل الزائرين. وأيضا أكو جهد ثاني، جهد مدني اللي هو هيئة النقل الخاص، وزارات أخرى ساندة لمديرية المرور وساندة للأجهزة الأمنية، من عندها يعني وزارة التجارة وكثير من المسميات بأجهزة الدولة. عظيم. كل الدوائر تشترك وتستنفر كل طاقاتها، اللي عنده مركبات نقل يعزز كربلاء بمركبات نقل، اللي عنده مركبات خاصة بالأمن يعززنا بها أيضا على مستوى الأمن والاستخبارات، قلت لك كل الأجهزة تستنفر طاقاتها لغرض تنظيم حركة النقل. اليوم النقل الجيد والنقل المنتظم هنا يوفر لي أمن منتظم. اليوم مش قد ما أكون أنا مسيطر على دخول المركبات، وهذه المركبات يتم تفتيشها ودخولها بشكل منتظم باتجاه المدينة، هنا أنا راح تكون عندي يقودنا إلى أمن جيد وحالة أمنية مستقرة إن شاء الله في كربلاء المقدسة. سيادة المقدم، صورة رائعة تقدمها زيارة الأربعين في كربلاء، أنه تكاتف الجهود
موجود، الكل يشترك في تنظيم هذه الزيارة، الدوائر المعنية والمختصة باختلاف تخصصاتها تشترك في إدارة هذه الزيارة. بصراحة هي فرصة رائعة جدا للتكاتف، لأن تكون الجهود مشتركة من قبل الجميع لبناء علاقات طيبة مع الجميع. ماذا نعم، ماذا احنا يعني قلت لك احنا اصحاب تجارب بهذه الزيارات. بالزيارات تسقط كل المسميات وكل صحيح. المناصب وكل الرتب، مع يعني مع حفظ الالقاب نعم لكل الشخصيات اللي كل موجوده، يعمل من موقع كل من مسؤوليته. يعمل موقع مسؤوليته، نعم بالاضافه الى العمل الميداني. اليوم احنا يعني بالزياره اللي مضت بالعاشر تلاحظ مثلا وكيل وزير والسيد الوزير ينزل بالتقاطعات بالمناطق المزدحمة، ينطون إشارة ويسحبون سير ويسلمون على المواطنين ويتواصلون مع الزائرين بشكل مباشر. تلاحظ مدراء الأجهزة الأمنية القادة كلها تنزل إلى الميدان وتنطي إشارة إلى مستوى أنه أبسط مثلا شرطي أو موظف أو منتسب عندنا بالداخلية، تشوف قائد الشرطة يتواجد وياه بنفس النقطة بنفس الظروف بنفس الأجواء. هذه الروح ما موجودة بكل الواجبات، تختلف عن كل الواجبات اليوم اللي موجودة. احنا جزء إذا مثلا لعبة كرة قدم مثلا تختلف أجواءها ونفسيا الموظفين والضباط تعاملهم باتجاه هذا الواجب يختلف عن هذا الواجب. صح اكو واجب وطني بأداء الزيارة، ولكن هذه الزيارات تختلف عن كل الواجبات. اليوم تشوف قلت لك صورة جميلة جدا انه نلاحظ كل يعني المسميات تعمل وتخدم بخدمة بسيطة اللي هي خدمة الزائرين، وهذا شرف ووسام ان شاء الله على كل خدام هذه الزيارة. والله يا سيادة المقدم انتم محط فخرنا واعتزازنا. الله يحفظكم، الله يحفظكم ويديم عليكم هذه الخدمة وهذا العطاء. ما هي طموحاتكم في المستقبل لزيارة الأربعين؟ أكيدا أنتم مسجلين بعض الملاحظات على إدارة وتنظيم زيارة الأربعين سنويا، وبفعل تجربتكم الممتدة ل18 عام أكيد عندكم بعض الملاحظات اللي ممكن نتطور من إدارة الزيارة خصوصا على مستوى المرور. تفضل. نعم، احنا كمستوى إدارة نقل للزائرين كربلاء تحتاج كثير من التطوير بهذا الجانب. من ناحية المترو الداخلي والخارجي نحتاج إلى متروات تنقل وقطارات تنقل الزائرين. تعرف اليوم القطار ينقل أعداد آلاف مؤلفة، فهذا نحتاجه بنقل الزائرين. أيضا نحتاج سكك يعني حديدية تصل إلى كربلاء لمركزها، ويكون خروجها باتجاه المحافظات وباتجاه المنافذ الحدودية. هذا بالدرجة الأولى. أيضا عندنا نحتاج إلى مجسرات يعني تنقل من محور إلى محور ومن منطقة إلى منطقة. اليوم احنا عظيم. إذا نجي لواقع الحال، الشريان اللي يربط ما بين المحور الشمالي والجنوبي بداخل كربلاء وميثم التمار، هذا عقدة بالزيارات يغلق. فالناس من يعني إذا عندك زائر من هذا المحور يريد يتوجه الى محور بغداد ما راح يقدر، او راح يلاقي صعوبه بالاتجاه اما باتجاه قضاء الحر او باتجاه قضاء طويريج. فهذه هنا عندي راح تزيد من كاهل المواطنين. لو كان اكو مجسر يربط ما بين سيد جوده ومنطقه حي العباس ينتهي هذا الموضوع وهذه المعاناه. ايضا الدوارات مهمه جدا، كلش مهمه، نتمنى انه تكمل بالزيارات القادمه وتكون يعني قيد الاستخدام. هذه اذا كملت راح تكون عندنا امكانيه بحركه المركبات بداخل او محيط المحافظه، نقدر نحول المركبات ونغير مسارها من منطقه الى منطقه. وايضا الزائر بنفس الوقت راح يستفاد من هذه المجسرات انه المركبات متوفره يمه. احنا اليوم تعرف نتعامل ويا المنطقه واقع حال. من عندي منطقه حي العباس اولا وقوف للمركبات ما عندي ساحات مخصصة. هسه جايك بها طبعا موضوع الساحات اللي كثير من الشكاوي. انا اسالك عن شارع الكوثر الجديد. لا لا، هسه عندي هواي مشاكل على موضوع الساحات. زين. يعني نحتاج الدوارات انه تكمل. المداخل توسعت ما عندنا بها مشكلة، انه فقط تحتاج انه تكمل باتجاه المحافظات او السيطرات الرئيسية. زين. موضوع الساحات هذا اللي يعني كثير من الاخوان اشتكى وناشد بموضوع المركبات والشاحنات الخاصة بالمواكب. نعم. هذا الموضوع يا اخوان انه كربلاء ما بها ساحات مخصصة لهذه الشاحنات. هسه البعض يقول خلي ابو الشاحنه ينزل العفش ماله والمواد الخاصه بالموكب ويباشر.
هسه احنا في بعض المناطق مسيطرين عليها، ولكن اكو احياء سكنيه اللي هي قريبه من مركز المدينه، نعم. المحيطه بمركز المدينه، نعم. مثلا حي البلديه وحي رمضان وحي الاسره، ويعني تستمر باتجاه حي العباس، نعم. هذه الاحياء تعتبر هي من يعني بعد القطع الاحياء الاولى الاقرب للمركز، الأقرب للمركز. بعد القطع مال الطوق الثالث، نعم. على اعتبار انه الطوق الثالث ومركز المدينه مشات، ما عندي بي زائرين، خلي شوية الأهالي يتعاونون ويانا بهذا الموضوع. صح المركبة مزعجة، نعم. كبيرة الحجم، قدر الإمكان ينسق مع صاحب الموكب، يعني من يريد يطبق المركبة لا يطبقها باب البيت، زين. يعني ما بين البيتين، نعم. إذا أكو ساحات داخل سيادة المقدم داخل الأحياء السكنية أكو، نعم. أكو ساحات. باقي لي دقيقتين بس، خلي استثمر وجودك. ليش ما يتم التنسيق مع أصحاب هذه الآليات الكبيرة، المركبات الكبيرة، في دخولهم قبل مدة طويلة من الزيارة، ويعني تفريغ حمولتهم للمواكب، ومن ثم العودة على حدود كربلاء، مثلا توفير ساحات على حدود كربلاء حتى تنتهي الزيارة؟ احنا اقترحنا هذا المقترح، زين. ولكن بعض المعوقات اللي هي مثلا صاحب الموكب ما يقدر يجي يقول لك انا اخلي الموكب مالي وغراضي بالمنطقة واتركهن، لازم يخلي حراسات، هنا مشكلة، يعني شيء ابدا من شيء، يعني هنا يعني يحتاج لشوية طولة خلق، يعني وخلي شوية، يعني خصوصا في كربلاء كربلاء الشوارع ضيقة جدا ما تتحمل هذه السيارة. اذا صارت ساحات، نعم. اذا صارت ساحات اجزم لك انه احنا ملزمين انه نخرج كل المركبات اللي موجوده. بعض المركبات احنا بدنا نخرجها، ولكن اكو مركبات اجنبيه استاذ، نعم. ابراهيم، اذا ما نوفر له اماكن مخصصه ومؤمنه، نعم. ما يقدر يترك مركبته، يعني وين يطلعها؟ صاحب المركب اللي مثلا عنده حي موكب بحي سكني اللي هو مثلا في حي البلديه، وين يوديها؟ سيف سعد نفس المعاناه، نعم. فاحنا نحتاج الى ساحات موجوده او قريبه من مركز المدينه، هذه الساحات تكون مهيئة ومبلطة وبها خدمات فعلا. نستخدمها بالزيارات. الساحات احنا اقترحنا على تكون اقل من 20 دونم، على الاقل على المداخل ب يعني محافظة كربلاء، وهي ايضا تحتاج انه اسناد من الحكومة المركزية للحكومة المحلية حتى يمنع. سؤالي الاخير سيادة المقدم، نعم. شارع الكوثر هل سيسهم في حل الاختناقات على محور بغداد؟ يعني جزء من عنده، نعم. كجزء انه بالايام الاعتياديه اذا كان مستخدم شارع ميثم التمار نحول سير المركبات بهذا المحور، نعم. احنا ما عندنا مشكله بالايام اللي بالزيارات الثانويه، نعم. ولكن في محور بغداد عدي المحور ودخول الزائرين والخدمي، نعم. ينتهي في منطقه حي العباس اللي هو قريب مطعم بغداد، نعم. هسه بالوقت الحاضر ينتهي قريب السيطره 290، ولكن فعلا. بعد التوسعه ان، نعم. شاء الله يوصل الى شارع احمد الوائلي. احنا اذا كان دخول الزائرين بداخل شارع احمد الوائلي كمشات، ويستخدم الشارع الرئيسي طريق الكفيل للمركبات، راح نستفاد من طريق الكوثر. احسنت. اذا كان فقط للمشات لا، بالوقت الحاضر ما نقدر، على اعتبار المركبات في محور بغداد يتم تحويلها من عمود 10. العزيز ابو ضي سياده المقدم الحقوقي رياض الحمداني، مدير شعبه العلاقات والاعلام في دائره المرور في كربلاء، شكرا لحضورك ولكل الايضاحات اللي قدمتها، وشكرا لكم جميعا لهذه الجهود المبذوله في خدمه الزياره الاربعين. شكرا لكم كقناه لي يعني فسح هذا المجال لتامين واجبنا. يعني واجب الزياره وطريقه دخول على المركبات حبيبي. بالعكس احنا ان شاء الله راح نكون بخدمتكم، نعم. وقدر الامكان راح تشوفون ضباط ومنتسبي مديريه المرور باشراف السيد مدير عام المرور ان شاء الله يعملون على اقصى طاقه لهم بتامين هذه الزياره. نعتز ونفتخر بكم. الله شكرا جزيلا لحضورك. شكرا لك. اذا المشاهدين الاحبة هذا ما يسمح به وقت حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا يوم غد على راس الساعه 10 صباحا. الى الملتقى.